دماغ ميكانيك. كان في ناس كتير اتهمتني جنون، يعني ازاي تمشي ما تهزرش او ما تضحكش على نفسك، حد يقول لي عربيه ماشيه بالهواء مستحيل. كنت خرجت من معهد القاهره العالي للهندسه وعلوم الحاسب والاداره، بكالوريوس علوم حاسب، برمجه بقى واتصالات وشبكات والكلام ده يعني الحمد لله. بس برضه يعني الدماغ ميكانيك، يعني ما يعني حاولت احب المجال اللي فيه بس برضه لا، ميكانيكا احسن افضل لحاجات كتير. هي بتبقى حاجه كده يعني موهبه الحمد لله، يعني نحب الحاجات دي. المواتير افضل احسن من البرمجه يعني، لا ده احسن كتير. والحمد لله قدرت ابتكارات في الموتور الثاني، قدرت اعدي في الموتور الاولاني اخليه يبقى موتور ثاني زي ما قلت لحضرتك في موتور العمل الشاق، حاجات كويسه هيفيد. العربيه قايمه على الضغط، العربيه البنزين ذات نفسها قايمه على الضغط، وبرده السولار قايمه على الضغط. العربيه السولار مثلا بتعمل تضغط السولار او الجاز ينضغط درجه حراره كبيره جدا فيعمل فرقعه مع هواء، يعمل فرقعه حرك البيستم. الفرقعه دي اللي هي الضغط. الضغط ده انا جبته من بره عن طريق الخزان، الهواء اللي عندي شحنه هواء من الكمبروسر او اي وسيله تانية. في كذا وسيله بس يعني الوسيله دي يعني افضل وسيله واسهل وسيله انها يتشحن، يعني يشحن هواء بسرعه. فده اشتغل الحمد لله، وزي ما قلت لحضرتك بموتور بنيوماتيك اللي هو الدريل اللي بيفك ويربط الكاوتش ده، تم تعديله من جوه، الريش بتاعته تم تعديلها ان هو ما يهدرش هواء، يحرك العربيه يبقى قيمته 5 حصان زي ما قلت لحضرتك ان هو يزق عربيه زي دي. بس طبعا هو صغير على انه للعربيه، المفروض يبقى كبير شويه لان العربيه كتلتها كبيره والحجم كبير ووزنها كبير جدا. بتمشي نص كيلو يعني عشان الخزان اللي فيها قليل، طبعا عايز تعديل زي ما انت حضرتك شايف العربيه هي غير مؤهله للمشي كمسافات او سرعات كمان، لان زي ما حضرتك شايفها حداديه معموله في البيت مفيش مساعدين، ده كويس ان هي فيها مقص كمان عشان ما تتعلقش ان هي 4x4. طبعا الحاجات الات بدائيه، انا يعني انا مش بعرف الحم يعني حاجه كده على قدي. طبعا الحاجات اللي فيها العفشه الحاجات دي انا عاملها على ايدي، كانت خزان لوحده وكان الموتور وكان مجموعه التروس بس والعجل وكان الدكسيون كان فاضيه خالص. فان كان يعني يكون هي حجمها قليل او وزنها قليل فكانت تتحرك بسهوله، تم تعديلها الحمد لله وبقت سرعتها عاليه شويه، من العافيه بتاعتها عاليه شويه بقت 4x4. يعني كان الاصدار الاول كان حضرتك كانت طنابير، ما كانش تروس وما كانش جنازير، كانت اكس ورا ما كانش كورونا، كانت دفع خلفي بس. انما دي لا، دي في حاجات احسن ومزايا احسن، لان كانت الطنابير كانت ساعات ممكن تلف على الفاضي ما تجيبش معايا لو جت في حاجه تحت الكاوتش او مطلع او حاجه زي كده لا تلف على الفاضي. انما الجنزير كانت يعني محبوكه شويه او مشدوده شويه ما تعرفش تفلت، وفي نفس الوقت بقى يعني كورونا اماميه وكورونا خلفيه مخليت العربيه سرعتها كويسه بس العافيه افضل. خدت براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي تبع دكتور أسامة فتحي، طبعا هو اللي جايب لي براءة اختراع، هو اللي ماشي لي في الورق، هو اللي ازاي انسق الورق اصلا ان انا اعمل براءة اختراع، ايه اللي بيتكتب هنا، ايه اللي بيتصور هنا. طبعا كان فيها حاجات كتير لها، ازاي الفرق ما بين البنزين وفرق ما بين الهواء، طب ايه الفرق ما بين المواتير العاديه وايه الفرق ما بين الموتور الهواء. الحاجات دي كلها كانت طبعا من ترتيب الدكتور أسامة، هو اللي ساعدني فيها. انا كان عليا ان انا اقول دي شغاله ازاي، هو كان عليه بينسق يعني ينظم الحاجات دي كلها الحمد لله، وقف جنبي من الصفر خالص لحد دلوقتي. العربيه حضرتك انا مسميها طبعا الاسم ابويا، اسمها سامي، طبعا هو اللي دعمني بالفلوس بالماديات بالمعنويات. يعني كانت دايما الموتور ممكن في الاول ما يشتغلش عليه حمل، لا جرب حاجه تانية ما تقفش. مثلا جبت كان في فتيس جايبه وجربه تروس غير قبل ما اعمل التروس، فقال لي لا طب الحاجه دي مش بتاعتها، شوف تروس تانية.
طب ليه، طب ليه ما تفكش انت تروس منها وتعملها انت على مزاجك زي ما الموتور بتاعك محتاج؟ فكان في دعم معنوي ومادي، يعني كان في فلوس، لا اللي انت عايزه، انت عايزه موجود، يعني حاجه زي كده. طبعا كان في ناس كتير اتهمتني جنون، يعني ازاي تمشي ما تهزرش او ما تضحكش على نفسك، ماشي ماشي، بس انا كنت بحط نفسي مكانهم، هل هصدق؟ اكيد لا، حد يقول لي عربيه ماشيه بالهواء؟ مستحيل. الجديد ان شاء الله هيبقى فيه زي ما قلت لحضرتك موتور العمل الشاق، ده بديل الموتور السولار اللي هيشتغل حاجات افضل واحسن بكتير، فان شاء الله فيه افضل، مش هيبقى فيه هدر هواء، في حاجات كتيره جدا يعني هنستبعدها وهنستغنى عنها كتير، فهنلاقي حاجات احسن من كده ان شاء الله يعني.